بين الكوميديا الساخرة ودراما الواقع، تنوع الإنتاج الدرامي هذا العام في موريتانيا الذي يحاول القائمون عليه تقديم أعمال فنية تحدث أثراً في المجتمعات رغم ضعف الطلب على الإنتاج ومحدودية عائداته. الدراما الموريتانية عاد عندهم مشاهدة في الواقع، وهم اللي ملاحظات واردة، وإحنا كفاعلين في المجال نعتبرها واقعية. الواقع مازال مرير به، اللي السوق ما فاتح حركة متينة، لا نقول عنه في الآونة الأخيرة بدأ حركة به، اللي فهم ممثلين جبروا وشور عالية، وهذا يعطي 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 أمل كبير أن الدراما ربما تقدم. التجارب الدرامية في موريتانيا ما زالت حسب المختصين متواضعة وتسجل تراجعا يعيدون أسبابه للكتابة وضعف الفنيات المتاحة. أعتقد أن من بين أسباب التراجع الواضحة والمعلنة والمتكررة دائما هي غياب السيناريو، غياب الحوار، غياب الحبكة. نؤمن أنه في تطور كبير على بعض المستويات، ولكن نأمل أن يتواصل هذا التطور وأن يتغلب المنتجون والمشرفون على الدراما الموريتانية على بعض الأخطاء التي ما زالت متواصلة. تختلف آراء الموريتانيين المتابعين لهذه الدراما بين من يؤكد ضعفها الذي يذكره المختصون، بينما يعتبرها آخرون تجارب مميزة تستحق المتابعة والتشجيع. بالنسبة للدراما الموريتانية ما زالت تعاني الكثير من العثرات، لكن قطعا أنا أستطيع أن نقول على فم بدايات للدراما. دراما رمضانية جيدة لأنها تعالج قضايا واقعية، قضايا موريتانية لباس بها. يعتبر شهر رمضان أبرز مواسم الإنتاج الدرامي في موريتانيا، وخصوصا بعد دعم قطاع الثقافة لها خلال السنوات الأخيرة. دراما الواقع هي أبرز الحاضرين في هذا الموسم الذي لطالما شكل حسب الكثيرين فرصة لاكتشاف مواهب جديدة، ومن جهة أخرى يكشف مستوى الحاجة لدعم وتطوير العاملين في المجال. طيب الغوث الحرة، نواكشوط.